اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بعد أن نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماوات العلى إلى الموضع الذي خرج منه بعد أن كان نائما على فراشه صلى الله عليه وسلم، وجد المكان ما زال دافئا. ومعنى هذا أنه الزمن ليس بكثير، الزمن ليس بطويل، فسبحان الذي يطوي حجب الزمن كلها سبحانه وتعالى. نجا رسول الله، يقول في الحديث اللي رواه الإمام أحمد بن حنبل، يقول: لما أصبحت بعد الليلة التي أسري بي فيها، يعني فزعت لما حدث، وعلمت أن الناس مكذبين. يعني اللي حصل ده مش ممكن الناس يصدقوه، لما أحكي للناس عنه لن يصدقوه، شيء فظيع. لكن ده رسول صلى الله عليه وسلم، لازم يبلغ الناس بكل شيء. فلقيني أبو جهل. مين اللي لقي رسول الله؟ أبو جهل، أشر الناس. لأن يا جماعة الإسراء ده فيه إشكاليات كده على الجانب بيدعيها بعض، يعني أعداء الإسلام أو بعض اللي هم مسلمين لكن ليهم فكر بعيد كده، مش ديني. فيقول لك الإسراء ده كان بالروح، يعني الرسول ده أسري بالروح. بالروح دي يبقى حلم، ده انت انسى وانا وممكن اي واحد يحلم انه عمل كل شيء اكتر من كده. هل عليه من عجب او من حرج؟ لا، ده لو في الحلم كانت تبقى المساله عادي، كله هيصدقها، مسلم وكافر هيصدقها. لكن اللي خلاها تقلع القلوب وارتد فيها ناس من المسلمين عن الاسلام ايام رسول الله، انها كانت بالروح والايه؟ ها؟ والجسد. سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. العبد يعني روح وإيه؟ وجسد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيتها النفس ليه؟ المطمئنة، ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية مرضية. فادخلي إيه؟ في قراءة في عبدي، في قراءة في إيه؟ في عبدي، وادخلي جنتي. يعني معنى كده النفس هتدخل في العبد، فيبقى العبد روح وايه؟ ها؟ وجسد. شوف ادي بالقران اهو، وارجع من دي روح على سوره الاسراء: سبحان الذي اسرى بايه؟ بعبده. يبقى روح وايه؟ وجسد. والا لو كان روح بس، كان ايه اللي خلى ابو جهل يعمل كده وناس ترتد ويكذبوا الرسول؟ موال كبير حدث. فلقي ابو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل من شيء، في اخبار جديده عندك؟ قال: نعم. قال: ما هو يا محمد؟ قال: أسري بي ليلة أمس. إلى أين يا محمد؟ ما أبو جهل عارف أسري يعني سير بالليل. إلى أين يا محمد؟ قال: إلى بيت المقدس، ثم عرج بي إلى السماوات العلى. أول الرسول ما حكى لأبو جهل كده، أبو جهل سابه يحكي ويقول ما شاء. عارف أنت لما واحد كده يدي تصريح وتخاف إنك تزاوله فيرجع في كلامه تاني؟ أبو جهل عمل كده. يا محمد، إن جمعت لك الناس أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال: أجل. أهو النبي صادق، بس أبو جهل نيته سليمة في الموقف اللي عايز يعمله ده؟ مش سليمة، ده عايز يجمع الناس عشان أكبر عدد من الناس يكذب مين؟ يكذب الرسول، نيته شر. فجمع الناس وبدأ الرسول يحدثهم. أبو جهل مع شلة معاه كده راحوا لمين؟ لسيدنا أبو بكر الصديق. ذهب الناس إلى سيدنا أبو بكر الصديق: أرأيت ما قال صاحبك؟ ماذا يقول؟ يقول كذا وكذا وكذا. طبعا لما حكوا سيدنا أبو بكر الكلام أكبر من العقل، غير معقول، كلام غير معقول. إزاي يروح ده في ليلة واحدة وإحنا بنضرب أكباد الإبل على شهر؟ وإزاي يطلع السماوات العلى وده كله ويرجع في نفس الليلة؟ مش ممكن. فقال أبو بكر: إنكم تكذبون على الرجل. قالوا: ها هو، فاسأله.
قبل أن يلقى رسول الله قال إن كان قالها فقد إيه؟ فقد صدق. دي الإيمان، هنا الإيمان، هنا الإيمان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في حديث صحيح في البخاري، إن فيه رجل كان يسوق بقرة، بينما رجل ممن كان قبلكم يسوق بقرة إذ أعيا، يعني تعب، فإيه؟ فركبها فضربها، فالتفتت إليه وقالت، مين اللي قالت؟ البقرة، ده الحديث في البخاري، وقالت إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. يعني البقرة عارفة مهمتها اللي ربنا خلقها ليها، إنها لم تخلق لتركب وإنما خلقت لليه؟ للحرث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيذكر الحديث ده للناس ففزع وعجب الناس، الناس جلسة والنبي بيكلمهم بالحديث ده، فعجب الناس، سبحان الله بقرة تتكلم، الناس بيقولوا كده للرسول، سبحان الله بقرة بتتكلم. قال الرسول إني، أيوة الذي بعثني بالحق، إني لأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس هما هنا سم، يعني هما الاثنين مش موجودين، لكن النبي بيتحدث على لسانهم ان هما يصدقوا الكلام ده رغم انه مش موجودين ولا سمعوه، بس لو سمعوه من رسول الله يعملوا ايه؟ شوف التصديق، شوف الايمان. اني اؤمن بهذا وابو بكر وعمر وليس هما هنا سم، يعني الان مش هنا معايا، هما الان مش هنا، ابو بكر وايه وعمر، بس لو اتحكى لهم ده يصدقون، لان الناس تعجبوا، الناس من المسلمين، حديث في البخاري. فراح سيدنا ابو بكر للرسول، قبل ان يذهب ابو بكر للرسول الناس كانوا ذهبوا، في ناس منهم ذهبت لبيت المقدس قبل ذلك ويعرفوه، انعته لنا يا رسول الله، فبدا يصفه يقول فوضع لي الى قباله دار عقيل امامه كده، وفي روايه ثانيه انه وضع على ايد الرسول، المسجد الاقصى صورته كلها اتبنت له امامه بالقرب من بيت عقيل، الى دار عقيل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وضع البيت امامه كده اللي هو المسجد الاقصى، وفي روايه ثانيه انه وضع على كف مين؟ الرسول. وبدا ينظر الرسول وينعت، لان انا هو في المسجد ده من اكثر من 10 سنين، لو خرجت هنا وسالتني كم مروحه في المسجد والله ما اعرف، انا بحلفك والله انا باصص تحت وما اعرف كام، ممكن 3 ممكن 4، لان ما حدش مننا مشغول بالاشياء دي انه يعدها الا لو واحد كان هو اشتراها وعارف عددها كام. فالنبي مش هيدخل يصلي في المسجد الاقصى ويعرف عدد النوافذ ودي بحري ودي قبلي وبيختبروه في هذا الامر. فوضع الله له الايه؟ المسجد امامه، ينظر اليه ويقف وهم يصدقون. فتعجب الناس، فجاء ابو بكر فقال إن ما ما ماذا حدث يا رسول الله؟ قال اسري بي الى اين يا رسول؟ الى بيت المقدس. حكى للناس سيدنا ابو بكر كل شيء. فقال سيدنا ابو بكر، دي البصيره، دي الايه؟ البصيره، كلمة البصيرة مذكورة في القرآن عدد كبير جدا من المرات أذكره لكم هنا. سيدنا ربنا بيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إيه؟ على بصيرة، يعني بعقل متفتح. أهي دي البصيرة عند أبو بكر؟ قال انعته لي يا رسول الله. طب لو سمحت وصف لي ليه المسجد الأقصى كده، مش اختبار لكن ليطمئن إيه قلبي. فأخذ الرسول ينعت، يعني يصف، وسيدنا أبو بكر كلما وصف رسول الله أبو بكر يقول إيه؟ صدق 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 صدق، حتى انتهى رسول الله من نعت المسجد ووصف المسجد كله، فضرب على صدر أبي بكر وقال وأنت يا أبا بكر إيه؟ الصديق. من يومها ما عرفناهوش إلا بإيه؟ أبو بكر الصديق. ما كانش قبل كده كان اسمه أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، معروف كده اسمه عبد الله، والكنية بتاعته أبو بكر، واسمه كده عبد الله بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر، أول مرة يقال عنه الصديق في الموقف ده، فتعرف إن هو أبو بكر ليه؟ الصديق. شوف الختم كان إيه؟ في ناس تانية ارتدت، في ناس ضربوا كف بكف، ومن بين الحديث بيقول من يضع يده على رأسه مش مستطيع يصدق، دماغه تخنت من خيال الايه؟ مجرد ان يتخيل هذا الامر، اللي يضرب كف بكف ومن يضع يده على رأسه، وبعض الناس ارتدوا عن الاسلام. شوف في ناس بيختم ليها بيه ما يصدقش فيرتد والعياذ بالله. عشان كده الخواتيم الخواتيم الخواتيم، احذر ان يختم لك بسوء، احذر ان يختم لك بسوء. الحديث موجود في الـ40 النووية، حديث صحيح،
يمكن الحديث لا اذكر اربعه خمسه، حديث من الاربعين النوويه كنا بنحفظه زمان واحنا صغيرين. النبي بيقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها ايه؟ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فايه؟ فيدخلها. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه، يختم له بعمل اهل الجنه فايه؟ فيدخلها. الاعمال بالخواتيم. فنسال الله حسن الخاتمه. نسال الله ان يحسن لنا خاتمتنا. اللهم يا رب العالمين بعفوك وكرمك وعطائك ورحمتك ومنتك يا رب العالمين اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اننا لا نملك ان نختم لانفسنا، فاختم انت لنا بالخير من عندك منه وعطاء ورحمه منك يا رب العالمين. اللهم اختم لسائر الحضور بالخير. اللهم اختم لنا بصالح الاعمال واقبلها منا يا رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا رب العالمين احسن الى المسلمين بان تختم لهم بالخير واقبلهم يا رب العالمين، فان رحمتك وسعت كل شيء. اللهم ان رحمتك وسعت كل شيء، فسعنا في رحمتك يا رب العالمين. اللهم سعنا في رحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.